البلا كانوا تعيبوا تزيدوا نطلعوا نشوفوهم زيدوا نشوفوا الطواليطات. انا كنقول لك انا كيحط بالز هما هنا ملي جيت عندك تعطيني المعقل باش نخدم قالت لي ما كاينش. قلت لها كيفاش ما كاينش ياك هو جايب بالعدد ديال العمال. قالت لي صباده قولوا لي كيفاش اليوم عبرت الكره ديال المغرب سعيدة ترى مخشية رسو رسو سعيدة سعيدة مسافة أمان أنا جيراني من ضمن ديك الشركة عدد عائلتها كاملة كاوها كاملة عند الحيان واحد يعني أنا اللي كنكون عندنا عارفة شنو شحال مسافة الأمان أصاحبي راه كيخسروا فينا من اللور كيخوروا فينا أصاحبي شكرا لحد شي يلتزم ما كاينش طرونسبور وين معايا قلنا لي حنا قلال حنا قلال شحال فاتني في الطرونسبور يعني تيجيو معايا مسافة أمان رجل سعيدة مسافة أمان كيصورون ولكن دابا السيد دار معكم تمشيو تخدموا تبارك الله ماش تخدموا ولا ما بغيتوش تخدموا تسجلوا واش اللي كاين عرفنا مراد لا انا هالباب لا سير سير عيطوا على الحي عيطوا على الحي تعرفوا انا ما عرفتش واش كتحس راسك مريضة انا خويا زيد تيست راسك هو كيقول لك زيد انا ما غادي نفعنا عليه هو ما قبلش ما غادي قال لك نهار هذيك النهار قال لك عاد تحي قال لي واش منطقي نهضر منطقي نهضر نخلطوا نضرب المنطق نضرب المنطق شويه انت كتحس راسك مريض راه سير الطبيب راسك ديري التيست 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 ديري التيست
هادشي كله راه ما عندناش الفلوس باش نمشيو نديرو التيست راه مشو كامل نهار ما خدمناش حاجه كامل في 5 ايام غادي جاي جيو فينا اللجنه ما تجيوش اليوم لا راه غادي نحضري انا واش دابا على ساعه الصيد ديال البلاد اقتصاد البلاد يوقف واش واش نوقفوا البلاد راه ما يمكنش نوقفوا البلاد على الشركه راه انا البارح راه الاوديو عند السيده اللي مسؤوله قلت لها جلسوا عطار جلسوا كنطالب عطار عيش ما طب راه الاوديو ديالي راه جلس عطار دابا لي باش يحاول عندك عطار دابا جلس عطار عندكم نقاط هو عندي في زعما ماشي اللي دي عندكم سيدي ما عندوش هادشي اللي قالوا لي ديري كتجري لهم هما ما تحتنا على حد ما درنا حد كل واحد ما عندناش اللي ديري كتجري لهم ما عندناش شي واحد ما عمرنا ما سمعنا على حتى شي واحد مسافة الأمانة إخوان مسافة الأمانة كتدخلوا بحضياتكم لما كتشعروا انا على هاد الشيء كامل شكون اخويا انا نمشيو حنا مراد من هنا راه بغينا نزيد الصور واش من جينا هنا بصحه المواطن ماشي جينا 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 كنا شاركنا واش كاين طلعوا كنطلعوا راه حاطه لبقات واحد من الصحه طيطع معنا الله راسلي في المسافة الأمان غطيو الوجه غطيو الوجه وقعوا كتشوفوا السباق على سوسي فينا حالة إغماءات على الضغط الضغط متصل بهاد الناس موقع والو
صافي ما يقع والو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عيطوا لي الراجل عندكم مالك راجلها. حشارة لا يادك هاد المغرب غيطلع على الشركة ولا غيهبط على هاد الشركة غيطلع اللي يقرصو وساهموا معاه ولا خصنا نعطيو ليه اللي طابعين فينا نعطيوه جوج دريات كيزمر كله مساهم كله كيف حالك شي خير شي مساهم وشي مغرب وما تفرقش وشي مساهم معاهم كتشوفهم تبقى على سوتي في انا حاله اغماءات الناس كيسخفوا هنا بالضغط جوج كلمات حرقت دمنا جوج كلمات حرقت دمنا جوج كلمات هاك وما تقولوا لنا شنو واش تخدموا واخا تشرينا ب 1000 1000 الوفات راه صحتنا هي سليمان قدامنا صاحبي راه صحتنا هي كل شيء راه المغرب هو كل شيء شدي في حاجه لا يرضى لها احنا باغيين صحتنا كنجي في الطاكسي كنعديوه كنجيران كتمي داخله بحال شي ودايره هاديه العماره كتقول لك حدك تم جيتي تدوزي حدك تم جيتي تهضري حدك تم فين مشيتي حدك تم بنتي البارح هضرت بها الاون دابا عائلتي شوفوني كاملين دابا غيشوفوني كلشي كاميرات كلشي علاش هادشي علاش باش يحشوا من السمعه ديال المغرب ديالنا احسن بلاد هي المغرب في الكرام كلشي ما ديدو كلشي ما ديدو كل شيء ما ديدوه بالكثير وبالقليل كذبت ولا لا كل شيء انا براسي نجلس عندي جوج دريه ونساهم بها كان اللي خلي مني انا اللي حدايا نشوفها ما عندهاش القسم معاها كيف كتشوفوا متابعي قناة سو تي في انتم سوء اجواء ديال هاد الناس هاد الحمد لله الحمد لله شفعالي واخا يجي اللي جاي ونتحداو اللي جاي نتحداو اللي جاي نتحداو اللي عندها نص خبزه تقسم مع اختها الحمد لله ما عندناش الجوع في المغرب. على السلامة. باغيين صحتنا وعطينا الله سبحانه وتعالى موتة مستورة ونموتوا حتى حنا بحالنا بحال عباد الله هما دابا راه ما غاتخافش لي ما غاتلاحي في قبر مقود ما غاتشوفي ما والدين ما كاين حتى شي حاجة ما غايخراو عليك بغينا الله سبحانه وتعالى مصليين وكنطلبوا في الله يعطينا موتة وهادو اللي ماتوا مساكن هادشي الله يرحمهم ويوسع عليهم وحنا ناخذوا راسنا وما نزيدوش في هادشي. انا حداش الحجه سميتها تخرجوا الوقايه عندي حالات كاينين اي وحده في الشلالات كاينين حداهم الموبل حداهم وحده معاها خدامه معانا في الموبل البارح انا كنشر الصابون وطلعت داخلين للشعبي انا في ازهر وداخلين للشعبي داو حالات مو الخوت كارم غادي في الزنقة على رخبتي من كذب وهو هارب واش هارب منهم ولا خايف ولا الله أعلم ولا قالوا أنا متلقي ليكم وصل ما عرفوا مش الخوت كارم هذا الدنيا كاملة احنا بغينا قال لك السلطة دخلوا دياركم يدخلونا ديورنا تيحن علينا الله سالين كيف كتشوفوا صديق قناة شوف تي في حنا هاد المباشر هذا الناس كيفاش كطالب زاو تفاوضوا معاهم قالوا بان صلة السلامة ولكن كيف كيقولوا هما صلة السلامة ما كتوفرش كما كتجي لجنة ما كيكونوش هما خدامين الاخرين كيوقفوهم كيقول لهم جلسوا دابا راه دخلوا عاوتاني لجنة دخلوا لداخل الشركة باش يعاودوا يشوفوا
تابعوا قناة شوف تيفي. شكرا لكم، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله. نتمنى تحل المشكل بإذن الله.